خلينا نعرف قصة جيرالدو، لأنه كلام كتير. جيرالدو قاعد، جيرالدو ماشي. بس أقول لكم حكام مباراة الغد للأهلي أو اليوم للأهلي: محمود بسيوني، محمد عبد القادر، ومصطفى حسن. دول الحكام. ووائل فرحان للفيديو معاه أحمد عبد الله. ناخد معلش هشام بن صالح، وكيل اللاعب جيرالدو. أستاذ هشام، مساء الخير عليك. أهلا وسهلا، مساء الخير كابتن شوبير. إزاي حضرتك يا فندم؟ شكرا على المداخلة معك في البرنامج. متشرفين بيك، متشرفين بيك، وتحياتنا لكل الإخوة الأعزاء في تونس الشقيق. عايز أسألك عن جيرالدو. مبروك الأول انضمامه للمنتخب الأنجولي، أعتقد خطوة جيدة. كلام كتير بيتردد الفترة الأخيرة: جيرالدو ماشي، جيرالدو طالب إنه يلعب في البرازيل، لا جيرالدو مكمل. الموقف عامل إزاي بالظبط؟ والله كابتن شوبير، هو اولا اول حاجه استغل الفرصه اهنئ الجمهور الاهلي المصري واداره الاهلي المصري بالاحراز على بطوله الدوري المصري اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه لجيرالدو، حاليا هو تركيزه خاصه في السيمي فاينل كاس الابطال الافريقيه. وبالنسبه الى حد الحين ما فيش اي حاجه، خليها تخلص الكاس رابطة الأبطال الإفريقية، وإن شاء الله الأهلي بتحرز كاس رابطة الأبطال الإفريقية. وبالنسبة للاعب الحاجة المهمة اللي هو يحرز على كاس رابطة الأبطال الإفريقية مع فريق نادي الأهلي المصري، وبعدين لكل حادث حديث، واللي باش نجلسوا على الطاولة، واللي باش تقولوا الأهلي نشوفوا معاهم في التفاوض هل باش يجلس أو باش يروح. كيف تسير العلاقة بينه وبين الجهاز الفني، خاصة رينيه فايلر؟ والله هو بالنسبة أنا دوما أتكلم معه، هو لاعب بروفيشنال، مع اللي بيقول عليه المدرب يحترم نعم. قرارات المدرب وقرارات إدارة الأهلي. هو في المدة الأخيرة بعد جائحة الكورونا اللاعب ولا عنده ثقة في نفسه أكثر من قبل، وخاصة اللي شفنا الجميع اللي في الفترة الأخيرة مقارنة بالسابق جيرالدو بدأ يلعب أكثر في الأهلي المصري. هو لاعب ممتاز جدا للأمانة، لاعب نجح مع في البرازيل، نجح في فريقه بريميرو داغوستو، لاعب ذو قيمة كبيرة جدا في المنتخب الأنغولي، جناح ممتاز، جناح عصري، جناح سريع. أتمنى له إذا جلس في الأهلي أتمنى أن يعطي أكثر من السابق، وبس هذا اللي حبيت نقوله لك كابتن شوبير. ما علمته من الكواليس أنه قال في حالة الرغبة أن أنا ما كملش ولعب محترف، قال أفضل أن أنا أكون في البرازيل، صحة هذا الكلام؟ والله هو زوجته، شوف هو عائلته موجودة، ابنه وزوجته موجودة في البرازيل. نعم. تمام. وعنده مدة ما شافش عائلته على ساعة الجائحة الكورونا وكلام زي ده. هو بالنسبة لي هو بالتنسيق مع الأجنت بتاعته، هو إذا هو مرتاح في الأهلي، إذا في نصيب بش يجلس في الأهلي، بش يكمل الأهلي، علشان عنده عقد ساري المفعول مع الأهلي 3 سنوات الأمام. إذا في عرض من ناحية المادية ومن ناحية الفنية، إعارة مثلا لمدة سنة في بلد في الخليج أو في بلد كويس ويرتاح فيه اللاعب ويوافق به اللاعب، احنا ما عندناش اي مشكلة. هو لاعب بروفيشنال تركيزه في الفوتبول، وبالنسبة للبرازيل ما تكلمش معايا في الموضوع ده على حكاية البرازيل. هو بس عنده فترة من جائحة الكورونا الى حد هذه الساعة. نعم. عنده مدة ما شافش العائلة الاسرة بتاعته، في زوجته وابنه في البرازيل. وده بيأثر نفسيا عليه، يمكن ده بيفسر المردود اللي لسه حتى هذه اللحظة يعني ما اقنعش قوي عشاق النادي الاهلي. والله شوش نقول لك كابتن شوبير. انا بالنسبة اللي يفهم كورة كويس، وانت كنت لاعب سابق كابتن شوبير، وانا تشرفت بالمداخلة معك. هو لاعب ممتاز جدا. هو جناح، والدليل اللي الاهلي تممت معايا الصفقه في وقت قصير. اللاعب ممتاز جدا، لاعب نجح كتير في كاس رابطه الابطال الافريقيه 2017 2018 مع بريميرو دوغوستو، اللي هم وصلوا سيمي فاينل ضد الترجي الرياضي التونسي،
واللاعب معناها اللاعب لاعب ممتاز بالنسبه لي انا، مش على اساس انا وكيله. نعم. بالنسبه للاعب لاعب لاعب سريع، لاعب فنيات عاليه جدا، ممكن تكون العنصر ده بتاعك اللي هو بعيد على الاسره بتاعته، ممكن هو اللي اثر شويه، ممكن وممكن ياخذ اكثر ثقه في نفسه، ممكن اللاعب ما تعرفش على بكره صحيح بيتغير 180 درجه. نعم. ممكن ما فيش اي حديث عن صفقات تبادليه؟ لا. نعم. لا، بالنسبه للصفقات التبادليه لا، وبالنسبه للاعب رفضها الصفقات التبادليه. هو اللاعب رافض الصفقات التبادليه داخل مصر او خارج مصر؟ ايوه، داخل مصر او خارج مصر. وبالنسبه للاعب اخر هاتف معاه منذ امبارح، نعم، قال لي اذا في عرض كويس وخاصه من الناحيه الفنيه والماديه بموافقه الوكيل واللاعب واداره نادي الاهلي المصري، علشان هو عنده عقد ساري المفعول ونحترمه. نعم. إدارة نادي الأهلي المصري. نعم. نجلسوا على الطاولة، وإذا في حاجة تنفع اللاعب وتنفع الأهلي المصري مرحبتين فيها. إذا اللاعب أو المدرب السويسري فايلر قال لك عاوز اللاعب ده بيجلس معايا، إحنا نتمنى اللي اللاعب يجلس في الأهلي المصري. الأهلي المصري يعتبر من أكبر الأندية الإفريقية وفي مصر. بشكرك شكرا جزيلا السيد هشام بن صالح، وكيل أعمال اللاعب جيراردو الأنجولي.